اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احد الساده المشاهدين الاستاذ احمد بعت لي بيقول لي ان الرئيس عندما تحدث عن التسجيلات كان يتحدث عن تسجيلات لدى الشعب. اتمنى ان الرئاسه توضح هذا. على موقع اليوم السابع مثقفين كثر معترضين على هذا الكلام، متوقفين جدا امام فكره التسجيلات والتلويح بالتسجيلات طوال الوقت. اتمنى ان يكون معنى ما قاله الرئيس ليس له علاقه بوجود تسجيلات في اجهزه الدوله. النهارده كان في مظاهرات في ميدان التحرير، نعم لم تكن كبيره لان كثير من القوى الاسلاميه قررت ارجاء التجمع او مليونيه الشريعه الى يوم 9 نوفمبر. الشعب يريد تطبيق شرع الله، هذا كان شعار المشاركين اليوم. كانوا بيهتفوا عيش حريه شريعه اسلاميه والشعب يريد تطبيق شرع الله. دعا عدد من المتحدثين على المنصة اللي اقامتها حركة طلاب الشريعة في ميدان التحرير رفض مسودة الدستور المطالبة بتعديل المادة الثانية لتصبح الشريعة الإسلامية وليست مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع، وإلغاء المادة الخاصة بالديانتين المسيحية واليهودية، كما طالبوا بإقالة النائب العام وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف. خلونا نشوف هذه التظاهرة ونرجع لحضرتكم مرة أخرى. وقال الله عز وجل: العديد من القوى الإسلامية توفدت على ميدان التحرير في تظاهرة أسموها بجمعة تطبيق الشريعة، مطالبين فيها بتطهير القضاء وإقالة النائب العام. شيوخنا خذلونا، وشيوخ الجوامع الأزهر خذلونا، والشيخ مرسي والدكتور مرسي برضك خذلنا، قال هطبق شرع الله، ما طبقش شرع لغايه دلوقتي. مصر مشتاقه لتطبيق شرع ربنا، ليه؟ النهارده تبص للعمل بيروح يمضي ويروح، النهارده لو في تطبيق شرع ربنا هيلتزم، لان الشريعه هتخلي كل واحد يلتزم. ثانيا الحراميه اللي هم بيسربوا الملايين وبتاع مش هيقدر يسرق، كل ده هيعوم على مصر وهيبقى الخير لمصر، وده شرع ربنا. من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الفاسقون. الشريعه الاسلاميه توفر الامن والامان لجميع المواطنين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او علمانيين او ليبراليين او نسيرين، بل يجب على الشعب المصري كله يلتف حول الشريعه، لا كل ما يحزن، لان كلنا مسلمين مطالبين بالشريعه ونسال عنها امام الله سبحانه وتعالى. التف المتظاهرون حول منصه واحده اقاموها امام مجمع التحرير، واكدوا من خلالها انهم لن يقبلوا بان يحتكموا لدستور يخالف الشريعه، وذلك في الوقت الذي أرجأت فيه بعض القوى الإسلامية الأخرى تنظيم المليونية للجمعة المقبلة. مطالبنا هو تطبيق حق الله عز وجل علينا في الحياة الدنيا، تطبيق شرع الله عز وجل. نازلين يوم 9 ولازلين إن شاء الله إلى أن يطبق شرع الله عز وجل. جمعة تمهيدية لجمعة الشريعة القادمة، اللي احنا بنؤكد للجمعيات التأسيسية أن تضع في اعتبارها أن تكون الشريعة الإسلامية هي الشريعة أو المصدر الوحيد في التشريع، ولا يسن قانون، أي قانون، لا من محكمة دستورية ولا من رئيس ولا من هيئة قضائية يخالف الشريعة الإسلامية. ما يقرب من 22 حركة إسلامية شاركت في التظاهرة، مؤكدين على استمرارهم في المطالبة بتضمن الدستور الجديد على بنود تطبيق الشريعة. بسنت إبراهيم، ممكن. شكرا يا بسنت. النهاردة أيضا كان هناك اجتماع مغلق للقوى المدنية بدعوة من السيد عمرو موسى للتصدي لمسودة الدستور. الاجتماع حتى الآن ما زال مستمرا. عندي خبر بيقول أن هناك لقاء مغلق يجمع بين السيد عمرو موسى والسفيرة الأمريكية بعد قليل. أيضا في كلام أن السيد الرئيس أرسل إلى المجتمعين بدعوة لهذه القوى للاجتماع يوم الأحد ظهرا لمناقشة النقاط الخلاف حول الدستور. أيضا هناك نبأ على اليوم السابع الآن بيقول أن الرئيس سيلتقي غدا السيد حمدين صباحي. كلها مجموعة من الأخبار الحديثة الآن. هذا اللقاء في كل القوى والأحزاب المدنية والليبرالية واليسارية من أجل وضع خطط التصدي لمحاولات التيار الإسلامي لتمرير الدستور بشكله الحالي. أنا بقول لكم أن هذا النوع من الصراع ما بين الطرفين لن يفضي إلى دستور جيد للبلاد. إن بقى كأنه هنا ده دفاعا عن الإسلام وهنا ضد الإسلام، ودي مش حقيقة. يعني تصوير الأمر على أن الفريقين يتنازعان حول الإسلام ده شيء خطر جدا وسيضر بالقضية. نحن نبحث مع الطرفين اللي هم بيمثلوا جموع الشعب المصري، نحن نتكلم عن دستور مناسب للبلاد وليس دستور يحمل وجهة نظر بعض ويرفض وجهة النظر الأخرى. الخ...
الخارجية البريطانية. أنا قلت لحضراتكم الخبر بتاع الخارجية البريطانية، إذاعة البي بي سي قالت إن الخارجية البريطانية رفعت درجة الخطر من مهم إلى خطير، وأضافت أن المناطق السياحية الرئيسية في مصر تظل هادئة، لكن قالت أن هناك خطرا كبيرا لحدوث عمليات إرهابية في أنحاء مصر بما في ذلك سيناء، ومن ثم فهناك خطر عال لحدوث هجمات. وده كلام سيء جدا. يعني بقعة الزيت اللي ابتدت في أسوان اتحركت رغم كل اتخاذ الإجراءات، وحطوا قش وحطوا مش عارف ايه، لا بدأت تتحرك بتسير بسرعة ما يقرب من 120 أو 130 كيلو في اليوم، وصلت إلى المنيا في طريقها إلى القاهرة. لماذا فشلت الجهود في مواجهة مثل هذه البقعة اللي حصلت عندنا قبل كده؟ مش عارف. معنا الأستاذ ياسر خليل، مدير عام التفتيش البيئي بوزارة البيئة. مساء الخير أستاذ ياسر. سلموني يا فندم، كنت حضرتك طيب. اهلا بحضرتك، وحضرتك بخير وسعاده. استاذ ياسر، لماذا تحركت بقعه الزيت ولم يتم السيطره عليها، رغم ان كل الانباء كانت تشير الى انه تم السيطره على بقعه الزيت في الاقصر؟ طيب انا استاذن حضرتك، انا ما بس اشرح لحضرتك الموضوع. اتفضل. وطبعا احنا كان وصلنا الاخطار في ثالث يوم العيد ان في بقعه متسربه من احد المصانع زي ما حضرتك عارف. نعم. وطبعا السيد وزير البيئه اتنسق مع السيد وزير البترول لدفع شركتين لشركات البترول لخبرتهم الطويله في التعامل مع مثل هذه الحوادث. السيد الوزير سافر، احنا سافرنا معاه طبعا ثالث يوم العيد، وعملنا يعني اول ما نزلنا من المطار دخلنا على مسطحات الاقصر ونزلنا مع السيد المحافظ ونزلنا جوله في نهر النيل، حددنا فيها المواقع اللي ممكن تكون فيها البقعه. على الفجر كانت وزاره البترول الهيئه العامه للبترول دفعت بالشركتين وصلوا، واتفق ان احدى الشركتين هتتمركز في قوس والشركه الاخرى هتتمركز في خلف هويس او قناه الاسنا القديمه. نعم. ليه خلف قناه الاسنا القديمه؟ ان جزء كبير من البقعه او جزء من البقعه اتحجز في ورد النيل اللي خلف القناطر. الشركه اللي موجوده خلف القناطر او القناطر القديمه فردت حواجز ماصه خاصه بيها بعرض النيل كله، عرض 1200، يعني احنا في قناطر لو حضرتك يعني بصيت على قناطر اسنا القديمه هتلاقي ان في حواجز ماصه مفروده امام هذه القناطر بطول 1200 متر وهو عرض النيل كاملا. المجموعه الثانيه راحت الى قوس وايضا قفلت نهر النيل لاستقبال ما يمكن استقباله من هذه البقعه. واحنا بنتابع هذه الاعمال وصلت اشاعه او مكالمه تليفونيه للسيد اللواء محافظ قنا ان البقعه وصلت الى مدينه اسيوط، مدينه سوهاج. انتقلنا على الفور الى المكان، نشاطنا الاول او اتصلنا بالسيد اللواء مدير اداره عامه شرطه البيئه والمسطحات، الامر ان شرطه البيئه والمسطحات تتحرك كلها في سوهاج واسيوط لفحص نهر النيل. وانتقلنا الى نجع حمادي اللي هي حدود سوهاج، واثناء الانتقال جالنا الاخطار ان مفيش حاجه لا في اسيوط ولا في سوهاج. بمجرد وصولنا نجع حمادي، ليه اخترنا قناطر نجع حمادي؟ لان عشان البقعه تعدي من نجع حمادي، انت عارف حضرتك القناطر دي بجزء منها مقفول وجزء منها مفتوح. نعم. عشان البقعه تعدي من الجزء المفتوح لازم تسيب اثر في الجزء المقفول زي ما حصل في قناه الاسم. لم يتبين لينا وجود اي اثر للبقعه، عرفتها هي طبعا مش زيت، هي صوره في الهيش الموجود في نجع حمادي. النهارده السيد الرئيس بيفتتح قناه الاسيوط مش كده؟ نعم. هل هناك اي اثر للبقعه؟ لا حضرتك، انا بسال وحضرتك ترد عليا. حضرتك انها اصبحت فوبيا. هو يعني لا توجد بقعه زيت موجوده في المنيا؟ اقول لحضرتك حاجه اكثر من ذلك. قالوا لنا امبارح بالليل ان هناك في بني سويف ظهرت. نعم. اتصلت شخصيا بسكرتير عام المحافظه، تبين ان 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 بعض الناس شافوا مجرد ضي في الميه. طبعا حضرتك عارف ان السولر لما بينزل بيفرش بيعمل ضي في الميه. نعم. فين بقى حضرتك شافوه؟ في بحر يوسف، وليس له علاقه على الاطلاق بنهر النيل. طيب يعني حضرتك الاجراء الاحترازي اللي بيتعمل هو في نقطه مهمه جدا لازم الناس هتفهمها. الاجراء الاحترازي اللي بيتعمل هو ان شركه الميه بتقفل ماخذ الميه وليست المحطه. وهناك فرق كبير جدا بين مأخذ الميه ومحطه الميه. استاذ ياسر، الميه ده اجراء احترازي بيتقفل واجراء دوري بتعمله الشركه حتى لو ما فيش حاجه. محطه اي محطه ميه موجوده فيها خزانات احتياطي.
نعم. بتتراوح ما بين يوم ونص ويومين تكفيها. واخد بال حضرتك؟ فكل اللي بيعمله ايه؟ يقفل المأخذ. ماليش دعوه بالقفل. استاذ ياسر، انا عايز حضرتك تجاوبني يعني او لا، مش صحيح. بقعة الزيت لم تغادر الاقصر ولم تصل الى محافظات سوهاج ولا اسيوط ولا المنيا حتى الان؟ لا يا فندم، هي بقعة من الزيت، انا اسف، هي بقعة سولر وليست زيت. تمام، بقعة السولر. يا فندم، اقول لحضرتك حاجه يعني انا اكثر توضيحا، ان المجموعه اللي وصلت في قوس، مجموعه شركه بترول اللي شغاله في قوس، خلصت موقع عملها، لان هي قعدت يوم ونص ما جابتش حاجه خالص، مفيش اي سولر وصل لها. المجموعه الباقيه الوحيده هي اللي باقيه خلف قناطر اسنا القديم، ودي باقيه ليه؟ لان اعمال التطهير برد النيل الممتلئ بالسولر. طيب، برد النيل طبعا مشبع الكلام على مسؤوليه حضرتك. حضرتك بتقول لي ان بقعه الزيت لم تغادر اسنا ولم تذهب الى سوهاج او اسيوط. سولار يا فندم، حاضر. بقعه السولار لم تذهب الى اي محافظه اخرى، لم تنتقل الى سوهاج او اسيوط. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي، ممكن جدا ده يحصل. احنا عندنا وحدات نهريه كثيره جدا على طول نهر النيل. لو وحده نهريه منهم بتمون ووقع منها كميه سولر بسيطه او كميه بنزين بسيطه، بتفرش على وش الميه، واي حد بيشوف ده يقول دي بقعه السولر. ما بلاش نبحث عن مبرر كده. لا 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 لا، يعني مش لازم الصدفه تيجي ساعه السولر اللي موجود. لا 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 لا، على الاطلاق. انا بقول لحضرتك انا لا ابحث عن مبررات، لكن بقول لحضرتك ان شركه البترول موجوده في قوس، حضرتك ممكن ترجع لهم. هي شركه سومت، حضرتك ممكن ترجع لهم، مفيش اي مشكله. الشركه دي قعدت يوم ونص كاملا ما يجيلهاش ولا بقعه. أنا عندي اللواء رضوان خليفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، بيقول إن لما البقعة تعدي إحنا جاهزين وهنقفل، مش هنقفل المية ومش هنقطعها عن الناس. أنت حضرتك بتتكلم في مين؟ في المنيا. أيوه. طيب أنا بقول لحضرتك إن وصلت إشاعة إمبارح بني سويف. وصلت بني سويف. بني سويف. طيب، دي بعد المنيا سابق. طيب، بشكر حضرتك جدا. إشاعة ولا حقيقة؟ حضرتك بتقول إنها إشاعة يا فندم. بالظبط كده. لا، إحنا لما اتصلنا وتأكدنا وقالوا إن هي لا لا ما لهاش علاقة بنهر النيل، ده بحر يوسف. بشكرك أستاذ ياسر خليل، المدير إدارة التفتيش بوزارة البيئة. خالص العزاء، السيد الرئيس عزى النهاردة المملكة العربية السعودية. انفجر صهريج وقود في شرق العاصمة السعودية الرياض امبارح، توفي 22 قتيلا و111 جريحا، في مواطن مصري توفي في هذا الحدث، والمواطن هو طه محمد عبد الرحمن. خالص العزاء لأسرته. وعد بولفور النهاردة في وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية، كانت بتقول جيل ورا جيل بنعديك يا إسرائيل، واكتب على حتة زنزانة حكام العرب عار ويا خيانة، ويا فلسطين يا فلسطين هنجيب حقك بعد سنين. نشوف هذا التقرير ونرجع. عندي خبرين قبل ما ارجع لضيوفي الأعزاء استقبلهم علشان نتكلم عن الوضع الأمني، الفرق ما بين الجماعات الجهادية التي تؤمن بالجهاد وتطبيق الشريعة الإسلامية، وما بين الجماعات التكفيرية اللي البعض بيقول إنها مش جماعات ومش منظمة، وهم مجرد أفراد في سيناء لا ليس لهم كتب أو مرجعية وخلافه. بس خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم تاني. فلسطين عربية، فلسطين عربية. 95 عاما مرت على وعد بلفور البريطاني الذي منح اليهود وطنا في فلسطين، لذا وقف بعض الناصريين أمام مقر السفارة البريطانية تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. الانتداب البريطاني باعتباره كان ايامها قائد للحركه الاستعماريه العالميه، هو اللي مهد للصهاينه للاستيطان في فلسطين، وهو اللي مهد للماساه. فاحنا بنحمل بريطانيا حكومه وشعبا ولجميع اجيال البريطانيين الماساه التي تتم على ارضنا العربيه. انا جيت النهارده عشان وعد بولفور من 95 سنه على اللي هو هيخلي فلسطين دوله صهيونيه، وهو اصلا كان عايز يبقى اصلا في دوله صهيونيه. احنا نازلين عشان نفكرهم ان احنا مش ناسيين، احنا عايزين فلسطين زي ما هي، لان فلسطين اخواتنا، فلسطين قاربنا، لم ما ينفعش نسيبهم في محنتهم العربيه. المسيره دي والوقفه ديت بنذكر بيها الشعب المصري بالوعد المشؤوم، وعد بلفور اللي هو اس واساس القضيه الفلسطينيه.
لم تكن رسالة عابرة تلك التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني أرثر جيمس بيلفور إلى الملياردير الصهيوني اللورد روتشيلد عام 1971، لكنها مثلت وعدا بريطانيا بمساندة الكيان الصهيوني في إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي. ليشكل وعد بيلفور أساس سياسة الانتداب البريطاني من انحياز إلى الحركة الصهيونية في فلسطين على مدى سنوات الانتداب. الوعد المشؤوم كما يصفه الفلسطينيون انتهى بإحلال المهاجرين اليهود محل الشعب الفلسطيني الذي طرد قسرا من أرضه. ففي عام 1948 أعلن إقامة ما عرف بدولة إسرائيل على أنقاض الكيان الفلسطيني. واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد واحد واحد، أن نكون وسنكون. ولا يزال الفلسطينيون يطرقون أبواب المحافل الدولية لاستعادة جزء من حقهم المسلوب منذ ما يقرب من قرن من الزمان. فطال انتظار اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، تلك المناطق المصنفة بالمناطق المحتلة وفقاً للقانون الدولي. وعد أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق، وتظل القرارات الدولية لصالح الفلسطينيين حبيسة الأدراج منتظرة إرادة دولية تنهي تلك المعاناة التي توارثتها أجيال من الفلسطينيين. بسنت شحاتة، ممكن. شكرا يا بسنت. بعد هذه السنوات أين صارت إسرائيل وأين صرنا؟ إذا نظرنا الاثنين هنعرف إحنا قد إيه بنتراجع. النهاردة أول دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار غلق المحال التجارية بعد 10 مساء، وزي ما قلنا لحضراتكم كلام وتنفيذه صعب، ويا حكومة اهدي وتحاوري. لا، المسؤولين طلعوا قالك هتطبق هتطبق. طب هي مش هتطبق، طب احنا عايزين هيبة الحكومة، عايزين نحافظ على الحكومة لما تقول كلمة. لسه النهاردة السيد الوزير أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بيقول هندخل في مشاورات جديدة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية لوضع آلية محددة لتنفيذ قرار غلق المحلات. وقال احنا دعونا محافظي القاهرة الكبرى علشان نعمل اجتماع موسع لسه يوم الحد الجاي. طب يهل الله، ما كان لازم الأول ونتناقش ونقنع الناس ونشوف ممكن نصل إلى إيه، ونصل إلى صيغة تحافظ على مصالح الناس وتحفظ الحكومة. لما تقول قرار يبقى قرار. معلش بنتعلم. الرقابة وافقت على سيناريو لا مؤاخذة اللي أصبح اسمه الحصة الأولى للمخرج عمرو سلامة. انتوا فاكرين حضراتكم ناقشنا هذه القضية مع الرقيب السابق أو رئيس جهاز الرقابة دكتور سيد خطاب. حصل تطور وتم الموافقة على الفيلم بعد عدد من التعديلات، ولكن الجديد أن الفيلم سيبقى بالطفل المسيحي، وده خبر كويس للتفاهم، الحوار. احنا مؤمنين بالحوار، وطول الوقت بنقول ان الحوار هو الذي يمكن ان يسفر عن خطوات للامام. نختلف نتفق، لكن تعالوا تكون قبلتنا جميعا هي مصر. وهذا هو موضوعي الان مع ضيوف الاعزاء اللواء محسن النعماني، والنهارده هو موجود بصفته وكيل جهاز المخابرات الاسبق، اللواء محمد صادق الخبير الامني مساعد وزير الداخليه الاسبق، دكتور ناجح ابراهيم عضو مجلس الشورى الجماعه الاسلاميه، الشيخ مجدي سالم القيادي في جماعه الجهاد. هنفهم حاجات كتير عن مفهوم الجهاد باسماء، وجهاد سلفي، السلفيه الجهاديه، والتكفيريين دول ايه ودول ايه ودول ايه. هنشوف ده وهنشوف احنا في خطر حقيقي، هل هناك وسيله للمراجعه والحوار ام ان الوقت قد فات. نلتقي بعد الفاصل. تسعون دقيقة فاصلة بين الحياة والموت، ولأن إنقاذ حياة مريض القلب خلال تلك الفترة يعد تحديا حقيقيا، جاء مشروع دعامة الحياة
الذي أطلقته مجموعة العمل المصرية لدراسة أدوية وعلاجات القلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب ووزارة الصحة للحد من نسبة الوفيات الناتجة من جلطات القلب بإجراء قسطرة للمريض فور إصابته بالجلطة. وجدنا ان 8% بس بيعملوا قسطرة و60% مصريين ما بيعملوش اي حاجه خالص في الدنيا، ما بيروحوش حتى المستشفى، فدي مصيبه. الناس ما كانتش تعرف العلاج ده هوت، وكانت كلها يا اما بتتاخر ان هي بتروح المستشفى في تشخيصها، او ان هي ما كانتش بتاخد علاج العقاقير، حتى ما بتلحقش تاخد عقاقير. ووجد ان التوسيع في الساعات الاولى وشفط الجلطات وتركيب الدعامات احسن طريقه لعلاج الشرايين، احسن حتى من المذيبات. لازم الوقت اللي المريض يجي فيه يكون وقت مناسب، اللي هو في خلال اول 6 ساعات من حدوث الجلطه او من حدوث الوجع في صدره. المشكله ان العيانين ما بيبقوش عارفين قوي اعراض الجلطه ايه، فالمشكله ان المريض المصري بيجي متاخر عن مسيله اللي هو في الدول الثانيه، لان هو بيجي له وجع في صدره ما بيبقاش فاهم قوي ان ده وجع تبع القلب او ان هو لازم يروح مستشفى. بدأ تطبيق أولى مراحل المشروع في 6 مراكز طبية بالقاهرة والإسكندرية والشرقية، بعد أن تم إعدادها وتجهيزها سواء بالأجهزة اللازمة أو بالأيدي العاملة المدربة. زي ما احنا بندرب الدكاترة على التعامل مع حالات الجلطات الحادة عن طريق القسطرة، احنا برضو بندرب التيم اللي موجود في عربيات الإسعاف اللي هو يقدر يقدم الإسعافات الأولية اللي هي بتجهز المريض بحيث ان هو يدخل على طول من أول ما العربية تجيبه على أوضة القسطرة على طول عشان يتعمل له الإجراء بتاع شفط الجلطة. بدأنا نعمل حالات بتكون حالات برايفت غالبا، لان كان في مشاكل في القرارات الوزاريه وفي التامين الصحي، والتامين الصحي ان هم ما كانوش عايزين يكفر العيانين خالص، ويقولوا العيان اعملوا له، والعيان يدفع فلوس، يدفع هو ثمن التكلفه ليكو، وبعدين يقدم يعمل استرداد نفقات وبتاع، يعني بحيث ان العيان ما بيتعالجش تبع التامين الصحي. ومن المنتظر زياده عدد هذه المراكز والمستشفيات خلال الفتره القادمه. المفروض ان احنا عندنا 128 اوضه قسطره في مصر، لكن في حاجات تبع الصحه وحاجات تبع الجيش وحاجات تبع الجامعات وتبعات تبع الخاص، فبنحاول نطور كل الحجرات ديت بحيث ان هي اللي يتلائم معانا اللي يبقى جاهز انه ريدي انه يستقبل المرضى ديت وعنده الكفاءه ديت انه يقدر يعمل. المراكز اوريدي شغاله قسطره، ولكن هي بس امكانيه ان هي تشتغل 24 ساعه على مدار الاسبوع هي دي اللي تتطلب. طبعا ده بيتطلب وجود فريق كامل من الاطباء المتخصصين في مجال القسطره والخدمات المعاونة ليهم من التمريض أو المعامل يعني. مشروع دعامة الحياة، اجتهاد طبي ربما يفيد الملايين من مرضى القلب الذين تتعلق حياتهم بتلقي العلاج السريع خلال 90 دقيقة. آلاء جويش، ممكن. ارميها في مكانها، ممكن.